ودول جامية لا بكروا الإمام. والله أنا أسميه إمام جوا نخرة أي أخو مسلم أو حزبي أو أنصار سنة. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله رحمه الله رحمه الله، ليه مضعنوا فيه؟ لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشفوا جماعة الإخوان المسلمين وكشفوا الضال السفيه المبتدع سيد قطب من أوائل الناس، لحد ما ضربوا في الجامع دسلوا اثنين سرورية اثنين من أوسط في المحاضرة وضربوا. شيخ الفوزان كان موجود يحضر محاضرة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، شيخ الفوزان من الحضور وأنعم به من شرف، شيخ الفوزان حاضر وحجزهم يحجز الناس من الشيخ العلامة محمد أمان الجامي. عشان كده أي زول يصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخلي وإما جامي وإما وهابي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويجي يقول لك أنت أسلوبكم كعب، أنتوا أكعب ناس يا دعاة الفتنة يا إخوان مسلمين. والله بفضل الله نحسب إنه سلطنا عليكم، والله أنا نجيمكم نجاة إن شاء الله عمركم ما شفتم، عمركم بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل، بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل. بس أصبروا شوية.